أهلا بكم متابعي قناة محمد تيوب لأحدث الترددات على القمر الصناعي النيلسات. في بداية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتابع معكم أحدث الترددات والتغيرات الجديدة على القمر الصناعي النيلسات. موضوع حلقتنا اليوم ظهور قناة أطفال جديدة على القمر الصناعي النيلسات. تابعوا معنا لنهاية هذا الفيديو لنتعرف على هذه القناة وطريقة إدخال التردد. من زر المنيو بالريموت تظهر معنا قائمة التركيب. نذهب إلى قائمة الترددات. لإضافة تردد جديد على القمر الصناعي النيلسات نضغط على الزر الأحمر الموجود بالريموت ونقوم بإدخال التردد. احداشر الف وستمائة وثمانية وثلاثون على معدل ترميز 27500 والاستقطاب رأسي او عمودي وحرف الفي ونضغط موافق لادخال هذا التردد. ظهرت رسالة بان التردد موجود مسبقا. نقوم بوضع اشارة الصح امام التردد ونضغط على الزر الازرق الموجود بالريموت. البحث عن الشبكة نجعله مغلق. نوع القناة نجعلها مجانية ونبدأ عملية البحث. ظهرت 31 قناة على هذا التردد. نضغط نعم لحفظ عملية البحث. نعرض لكم اليوم ظهور قناة أطفال جديدة على القمر الصناعي النيلسات. ظهرت قناة بادر تي في. قناة بادر تي في شاهدوها على تردد 11638 على معدل ترميز 27500 والاستقطاب رأسي أو عمودي وحرف الفي. شكرا على المشاهدة والمتابعة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.